السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم جميعا في قناة تيليسات تي في. خوتي كاين ميزاجور جديدة في جيون ام 4 ميني. شركة جيون مؤخرا اصدرت تحديثات جديدة في معظم الاجهزة. اليوم غادي نديرو معكم، بارطاجو معكم التحديث هذا تاع جيون ام 4 ميني ايفو. نشوفو، ندير الميني تاعك، تدخل لضبط النظام، ضبط النظام هنايا تدخل تزيد تمشي بهاك بريموت كنترول معلومات ريسيفر، تدخل فيرسيون اللي قبل هي هذه فيرسيون 1.13. دونك غادي حنا نشوفو لا ميزاجور التاليه، تحكم بالقرص. ندخلو هنايا تحكم بالقرص، نديرو اوكي تاعنا. ضبط بالقرص، لا افلام، نجيو صور، برامج، ندخلو في البرامج. ندخلو في البرامج، يتم التعرف على القرص. خرجتنا هذه هي الاي اس بي. الاي اس بي راه راكب ولا نهود هنا، نزيدو هنا، نزيدو نهود هنا. هاي لا تاليا، هاي لا ميزاجور ام 4 ميني ايفو فيرسيون جديدة، هي فيرسيون 1.15. نديرو ليها اوكي، نديرو اوكي تاعنا. تعديل، هل تريد تعديل قاعدة البيانات؟ تقول له نعم. انا لا ميساجور راهي تفوت خوتي، كي تفوت ميساجور بهذه الطريقه بطفي الديمو، ما تخرب فيه والو حتى يكمل التحديث. هذه هي باسكو باش ما يوقعش تشنج لوليدي الكبوت ولا هنا ما تخرب فيه والو، خلي حتى يكمل ومن بعد يري دي ماريك شغل كي كل ميكرو لا تيليفزيون تطفى، ما تطفاش كاع تجي شاسه ايكرون يولي زرق ومن بعد من بعد يعاود يقلع الديمو خوتي. ميزاجور تالية هادي خوتي، بالنسبة فيها فيكس سيرفر خوتي. هادي هي ميزاجور تالية جا فيها جديد، هو ترقية اليوتيوب فيكس سيرفر نظرا لبعض التقطعات. على العموم سيرفر فوريفر يعني ب اس او ولا فوريفر ولا فوريفر برو، يعني ما فيهمش مشاكل كبيرة. بالنسبة للصوتيات أيضا تحسين صوتيات والأبولو. لا تنسوا إخواني دعم القناة وتفعيل زر الجرس وزر اللايك، وهكذا لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.